ان شاء الله تكونوا بخير وانتوا بتقدروا فيديو اليوم. فيديو اليوم حيكون هنقضي يوم كامل فوق السطح. اليوم هنقضي يوم كامل فوق السطح طبعا بسبب ايش؟ بسبب الكورونا. لا بسبب الكهرباء. الكهرباء مطفية ما شاء الله عندنا بتيجي 4 ساعات. وكمان صارت المواتير اللي هي الخارجية دي اللي احنا بنشغلها بدل الكهرباء كمان صاروا يطفوها. فصار عندنا مساحة من اليوم في قطعة كهرباء مظبوطة. تقريبا انا عندي اللي كان في الثلاجة السمك خرب، اللحمة خربت، الدجاج بحاول اني انا الحق فيه واعمله. يعني الدنيا عندنا ما شاء الله دمار بموضوع الكهرباء. فاحنا قلنا اليوم بدنا نطلع فوق السطح ونقعد فيه يعني، فقلنا يلا بنقعد في السطح وبنتغدى وبنشوف ايش ممكن نعمل بما انه اصلا مطفية الكهرباء والدنيا صيف. طبعا يلا هلا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب. يلا هلا نطلع ونشوف ايش هنعمل في السطح. يلا يلا جيب فرشة يلا ونجيب الاكل. يلا حطوا هنا عند الضلة. افرش معاها يا حمزة. يلا افرش. اروح اجيب مخدة يا ماما. لا شو اسم مؤدبين يا الله، انتوا لو تعرفوا ايش كمية الازعاج اللي بيزعجوني اياها في اليوم. يا الله المدرسة كانت رحمة. فرحان. واحنا اشوف المؤدبين الكذابين ثلاثي المرح اللي بضحك عليكم والله طول اليوم بتخانقوا. طيب ايش هلا ناويين تعملوا؟ يلا قولوا لي. ناكل. اهم شيء في الدنيا ناكل. اهم حاجه في الدنيا الاكل. هيقولوا لنا انتم بادين على الغداء على طول. نقول لهم مو مشكله عادي. ايش الغداء بعد الظهر عادي على طول. طيب الاكل موجود. طيب بنروح نجيب الاكل ونجلس وناكل وبعدين نشوف ايش حنعمل. يا ريت. خجلان خجلان من ايه؟ متابعينك كذول. بتقولي مؤدبين. مؤدبين. انا بقول انتم مؤدبين بس مزعجين، بتلعبوا طول اليوم مع بعض. طبعا ما يعني عشان ما في كهرباء فكمان ما في نت، يعني مشتغلين على بعض الحمد لله. لا في تلفزيون ولا اكس بوكس ولا جوال، فبيشتغلوا على بعض، بيطلعوا طاقاتهم على بعض. انتوا عارفين اصلا لعب الاولاد، لعب الاولاد. ومين المسكينه اللي بتاكل القسم الاكبر من التعب؟ انا المسكينه. انا المسكين. انت المسكين. انت لسه ما انت المسكين. انت برج الحمل مسكين. اسكت اسكت. انت ويا برج حمل. لا بس هي احنا ما بنقابل بالابراج يعني، بس يعني بنلعب نلعب يلا نلعب بالشخصيات. حمزه لما تجي له الجنونه بنقول له انت برج حمل يعني المفروض تهدى. يلا نلعب. يلا نلعب. تعطول هي نلعب. اللعب معنا شقلب على طول. يلا نشقلب. يلا روح احضر الاكل. يعني ما في جوالات. ان شاء الله بيجي بعد شوي. وهي الغداء عملت لهم دجاج محشي. طبعا ما قدرت احمره عشان انا فرني كهرباء فما حمرته، خليته زي ما هو. كويس كويس مقلوب مو مشكله لذيذ. ورز وسلطه ودجاج محشي. دائما دجاج محشي. لا هو مو دائما على فكره، هو بتكون الجمعه واليوم صدفت. يلا نروح نطلع فوق وناكل فوق. يلا انه لذيذ. هاي الغداء طلعناه. ايش بتقولي حمزه؟ ليش القمر هلقيت موجود عشان يعني القمر ياخذ ضوء من الشمس؟ اي القمر ياخذ ضوء من الشمس. بيقول لي القمر واضح هلا، يعني هو القمر بيعكس ضوء الشمس. شو كيف باين؟ ومش باين الشمس. طب القمر يلا اكتبوا لنا متابعين، القمر بالشكل هذا ببين انه احنا كم من الشهر؟ طبعا كلكم هتعرفوا تغشوا هتغشوا التاريخ الهجري وتكتبوا. احكم من مخكم، مش لازم تحكم من التاريخ الهجري هذا. طب انت قول لي يلا اخذته؟ لا اخذت هذه المعلومه. متى كان عندكم اجازه؟ قبل شهر. لا اجازه يوم بدايه السنه الهجريه. كان يوم الخميس. يوم الخميس اللي فات، يعني احنا قلنا لا اسبوع كامل بعد اول سنه اول يوم هجري، يعني احنا ممكن يوم يعني 7 او 8. قبل اسبوع كان تاريخ الهجري. يلا يا سمعه، القمر لما يكون شكله كده ايش معناه؟ اول شايف القمر بالصباح كده ايش معناه؟ تربيع اول يا تربيع ثاني بس ما اعرفش. تربيع اول تربيع ثاني صح، هذا تربيع اول بما انه احنا لسه بدايه الشهر. ضحك. احنا اليوم 7 اول اسبوع من الشهر الهجري. ايوه كيف الاكل؟ لذيذ؟ ما
مبسوطين هم اليوم، بحبوا السطح، بحبوا يقعدوا بالسطح. اه انا اكثر واحد. انت اكثر واحد. نكمل واكل. وهي هم خلصوا الغداء. سناكس. سناكس هذا سناكس يا حمزه؟ هذا مشروبات. طبعا اي وجبه فيها دجاج او لحمه لازم بيبسي براها. بس انا شربت حاجه غير عنكم عشان ما في غيرها. طبعا احنا جبنا مؤونه قبل يومين. تيك توك تبعكم ايش كنت اقول انا؟ عشان احنا ايوه لما جبناها فبقي واحده من هذه، فقلت انا لإلي هذه وهم بيبسي. لازم بكره يحيى يروح يشتري صح؟ ما بعرف بكره من يشتري سيدو ولا يحيى، نشوف نلبسك جوانتيات وكمامه. في عند سيدو كمامه؟ في عند سيدو كمامه؟ طبعا عشان سيدو هو اللي بيطلع هلا وبنزل، فلازم. انا هلا بدي العب لعبتي في الجوال. ايش هي لعبتي؟ عندي لعبتين في الجوال. بطاقات اورجيهم. سوليتير وبيانو. بدي العب لهم لعبه على السريع قدامهم. وانتوا ايش بتلعبوا؟ احنا ببجي. لا انا بلعب ببجي. انا بلعب العاب طخ بس. طخ بس؟ ما بحب ببجي. طب يلا خلص. وايش هي العاب طخ؟ هي اساسيه هيك ببجي. ببجي في الاساس، بعدين كلها فرعات الطخ، فورتنايت، كل فورتنايت. انا بحبش ببجي، بحب العب صح في العلوم لما ناخذ بيجي هو الاساس زي كده، بعدين بيجي تفرعات مثلا الاعصاب تتكون كذا كذا كذا. في ببجي الاساس. هذا ايش اسمه الرسم؟ بيان. رسم التخطيطي. رسم الانسيابي. كيف الرسم الانسيابي؟ رسم انسيابي زي كده. رسم انسيابي. لا وهي جوالي شايفينه. نشوف اللعبة. اللعبة اللي أنا بحبها هذه سوليتير، وهذه البيانو. ندعس البيانو. مين بحب يلعبها؟ أنا بحب ألعبها. أنتوا زي ما شوفي أوريكي ألعابي. استنى إيش نحط حاجة ما فيها موسيقى. يلا بادئة سريعة عادي. طبعا انا كمان ماني ظبطاها كويس لانه كاميرا. لا انا عشان بطلع الكاميرا فوق ويدي فوق، بس انا بعرف العب بوصل. يعني انتوا شايفين هيو، يعني شوفوا بوصل لمراحل. هيها كلها ثلاث تاجات، يعني موصله لاقصى سرعه فيهم. عشان رفع يدي كده عشان تبين، فواضحه زي كده. المهم هذه لعبتي. بس برضو ما تنسوا تشوفوا انستغرام. ايوه انستغرام اسماعيل الرسم. اسماعيل طبعا اللعبه الثانيه اللي انا بحبها اتصال. اللعبه الثانيه اللي انا بحبها سوليتير. هذه موصله المرحله، هاي مرحله كم؟ 322 و15 جوهره. انا كمان بحب الجوهره زي كده. يعني كده حط الأرقام اللي وراها زي كده. هي غلطت. خسرتي ليه؟ ما خسرت. عيني برجع. أنا ما بحب. كنت كبيرة كان المهم أنا مركزة مع الكاميرا. لا مو مركزة مع اللعب. المهم هذه اللعبة. أنا بركز مع الكاميرا خلاص. هذه هي اللعبة اللي بدي يلعبها يلعب. خلص فوزي 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 انت. ما بدي بس هذه العابي خلصنا. بوريهم العاب. خلينا نكمل هلا. خلينا نكمل على السناكس. ايش بدكم سناكس؟ بيبسي. شوكولاته. بدكم تاكلوا؟ تاكس. بدك تاكلوا شوكولاته. هي اصلا في عندنا غير الشوكولاته؟ الشوكولاته. جبت لهم علبه من هذه لذيذه كثير. نغير احنا كل ثلاث ايام نغير. نجيب حاجه مختلفه بما انه بطلتوا تروحوا الدكانه. بس في بيروح حذر شوي. ان شاء الله ان شاء الله يروح حذر شوي. هي بدات تليل صح ولا لا؟ ولا انا بتهيألي؟ بتهيألك. هو بتهيألي. القمر شوفوا وين صار. كان القمر كان هناك صار هنا. هي بدات تليل والله. يعني تصير مغرب. تصير مغرب. هينا قاعدين طول ما الكهرباء مطفيه. هينا قاعدين الجو حلو لانه في البيت الجو
نار رسمي رسمي. خاصة احنا في الدور الاخير، فالدور الاخير دايما بيكون زي مضرب شمس، كل الشمس داخله عليه. اذا بدكم ايانا يوم نشوي اكتبونا بالتعليقات ووصلوا هذا الفيديو على 2000 لايك. احنا بطلنا نحكي على اللايف كارد لانه ما بوصلوها، فيلا احنا بنصوره خلص. هي دنيا صارت مغرب رسمي، هيو شايفين كيف دنيا القمر هيو لسه قاعد. واللي وين هيروح القمر؟ المهم هلا هنختار فيلم نحضره بما انه لسه في شحن في اللابتوب. كم شحن اللابتوب؟ هلا حاجه يكون ايش؟ قليل، مش هنقدر نتفرج فيلم. لا مليان، هو سكرته انا من اول ما طفت الكهرباء. طيب هلا هنختار فيلم، بدنا نختار فيلم اجنبي. ما بدنا يعني دائما انمي، هلا اجنبي بس ممكن يكون كده له دعوه في المغامرات. طيب حيوانات، ديناصورات، اشي ممكن يعني فيلم عائلي بحضره الاطفال. احنا تفرجنا هذا ويحيى، تفرجوا انتي مان، تفرجوا الجزء الاول والثاني. هلا بنشوف انزل شوي انزل شوي وماما. والله في افلام ثانيه انزل شويه 11 هتلاقي. انزلي كمان كل هذا الاول، الجزء الاول تحت. ايرون مان طبعا انت بدك تفرج ايرون مان، انا تفرجته كله. والله تفرجته كله مع بعض. الجزء الثالث ما تفرجته. لا خلاص ما انا كله تفرجت. بدك ايرون مان؟ لا 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 لا. طيب خلينا نختار الفيلم ونرجع نشوف ايش اخترنا. فيلم اشي كذا ما اسمه؟ كوم؟ اخترنا الفيلم هذا اسمه كوما. مكتوب يعني في مغامرات، يعني في انه بعد حادث غامض يعود مهندس معماري. طب انا بدي احكي انا ولا انت؟ بعد حادث غامض يعود المهندس معماري شاب الى رشده في عالم غريب للغايه، يجب عليه معرفة قوانين ولوائح الدقيقة الخاصة به يعني بالعالم أثناء قتاله من أجل حياته، ويستمر في البحث عن مخرج إلى العالم الحقيقي. واضح إنه حلو. يلا نفتح كوما ونتفرجوا. طبعا أكيد الدنيا هتكون ليلة خالص بعديها، بس هنتابعه فيلمين. عندنا فشار ولا ما عندنا فشار؟ عندنا عندنا فشار. لا ما عندنا، متأكد انه عندنا؟ والله عندنا. اشوف اخر فيلم اللي تفرجناه تحت كان كتير ضايق. انا جبت، انا نفسي رحت جبت. ايوه جبنا كله، اكلنا كله. لا لا والله اكلنا كله. والله كان ضايق كتير. وزك لما سلمى كانت تقول طب روح شوف فشار فشار. روح شوف نشوف اذا في فشار. كيف بداية الفيلم؟ مخيفة شقليب. بداية الفيلم شقليب، مشقلبين، الدنيا مشقلبة والدنيا مختفية. الدنيا تختفي. كملوا كملوا. السيارات طلع كيف؟ طلع في فشار ولا لا؟ لا لا. طلع في فشار ولا لا؟ لا لا. ولا شيء عند البهارات والاشياء بعلبة. أنا متأكدة إنه ما في. كملوا كملوا. شايفين؟ اندمجوا اندمجوا. ما برج الساعة. أوه. الدنيا ليل. والقمر مونسنا. كنت بتحكي على القمر هذا اللي هنا جوا اللعبة. وهيني هلا نزلت اعمل لهم شاي. شايفين كيف الظلمة في البيت؟ لهلا مقطوعة الكهرباء، شغالين بس على الكشافات. يلا نكمل يومنا فوق السطح. لا بحكي لها اول شيء. هيني جبت الشاي، شو تشربوه؟ ايش بدكم تحكوا لي الفيلم؟ راح غرفة. الفيلم راح غرفة قديمة. بعدين هو نام، بعدين هيك بوابة الا اجى واحد ما بعرفش مين، قلت له اوعك تفكر انك تدخل في هذا. والله؟ قلت له طيب يلا خذوا الشاي، اشربوا الشاي. مندمج اسمعي. في حاجة بتخوف في الفيلم؟ في بدايته، في بدايته في اشي بخوف. هو حمزه خاف منه عشان هيك الصوت. مو مشكله مو مشكله، هو حلو شكله. بس اشوف اذا لهلا اشوف اذا بخوف ولا لا، ما بعرف. طبعا كوما اسمه غيبوبه، هو فيلم انه رجال عنده غيبوبه فبدخل بهذا العالم. نشوف ايش يعني. الشاي الاصلي يا جماعه. يا سلام، اصلا هم ما بشربهم شاي، عندهم هذا معناه جائزة صح؟ والله؟ انت بتشرب صرت لحالك صرت. انتبهي انتبهي يا اسماعيل وحمزة وراك. حطي شاي وراك يا اسماعيل. طب انا
يلا هلا بجنبك واتفرج يلا. بس هو بالاخير احنا هنخلص الفيلم سخن وبعديها على طول هنروح ننام، فاذا احنا ما صورنا بعديها فاحنا كده بكون احنا ايش خلصنا الفيلم. مع السلامه.